المسلمين في كمبوديا؟ 5% شيء. 5% من عدد السكان، عدد السكان الكلي كم؟ كلي 16 مليون الآن. 16 مليون، تمام. و 5% فقط مسلمين. نعم. طيب لماذا يا أخي هذا العدد القليل؟ ما السبب؟ السبب يعني أن البوذي هم الذي أصل عدد سكان. وأما المسلم يعني الديانة البوذية هي الديانة الأولى في كمبوديا. نعم. الله المستعان. وديانة الحكومية. والديانة الحكومية. هل الحكومة تمنع من إقامة شرائع الإسلام من الدعوة أو تساعدكم في الدعوة؟ لا نقول يعني مساعدتنا، ولكن يمكن نقول يعني تسمح لنا، يعني الحكومة تسمح بالدعوة، بإقامة المساجد. نعم. بشعائر المسلم، شعائر الإسلام. نعم. حتى تشارككم أحيانا؟ يشاركنا أيضا. تشارك في إفطار الصائم؟ نعم نعم. في الأعياد يهنئ المسلمين بالأعياد؟ أي نعم. يعني هذا نعمة من الله تجعلكم لابد أن تقوموا بواجب الدعوة. نعم.